من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات المستمرة من مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، وانطلاقة أيضا هذه الفئة، فئة الثنايا وسن الثنايا. وشوطنا العاشر ينطلق مشاهدينا الكرام الخاص للقعدان الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المضمرين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول، نتعرف على الصدارة، نتابع مبلش من هجنة الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، بينما المركز الثاني يتابع في هذا التقدم اسعاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مع المضمر راشد بن حمد بن علي المدهوشي على المركز الثاني. المركز الثالث نقلة مباشرة مع السيف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري الموهوب، يتواجد في هذا الانطلاق مع انطلاقة السيف على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نقلة مباشرة مع دهام من هجنة الشحنية والمشاغب محمد بن خالد العطية، يتواجد بالانطلاق والمتابعة على رابع المراكز. المركز الخامس الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، مضمر ومتابع للأسد على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الأول والعودة مباشرة إلى المركز الأول. نتابع المقدم والصدارة، هنا مبلش على المركز الأول ينطلق على الصدارة لهجنة الشحانية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، وثاني مراكز أرى الانطلاق والاندفاع من إسعاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد ثاني مع المضمر راشد بن حمد بن علي المدهوشي بالمتابعة والقيادة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتراجع لنتابع المركز الثالث، هنا السيف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة ثاني مع المضمر الموهوب علي بن حسين بن جرحب المري على ثالث المراكز. المركز الرابع نقلة مباشرة مع انطلاقة شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، هنا مع الأسد وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على ذات الرابع المراكز. المركز هنا الأسد على ذات المراكز، بينما المركز الثالث نتابع دهام من هجنة الشحنية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع رابع التحديات الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع المضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي على مستوى المركز الرابع، يتقدم مع الأسد، بينما المركز الخامس أرى الانطلاق والتحدي، هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم خالد المر بن سعيد بن حلوة الكتبي، يتواجد على مستوى المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام، العودة مباشرة إلى المركز الأول، نتابع هذه المسيرة، نتابع هذا الاندفاع المميز مع مبلش على المركز الأول. مبلش ينطلق أيضا بهذا الأداء المميز مع شعار هجنة الشحنية، ولكن حصل دخول على أول المراكز. أتابع الانطلاقة من إسعاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مع المضمر راشد بن حمد بن علي المدهوشي بالمتابعة على أول المراكز، ينطلق مع إسعاف على المركز الأول. المركز الثاني مبلش لهجنة الشحرية والمبدع حمد بن علي بن حلفان المري على مستوى المركز الثاني، يتواصل وينطلق مع مبلش على المركز الثاني. المركز الثالث نقل مباشرة من إدهام يحتل المركز الثالث لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم لنا إدهام على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نقل مباشرة مع السيف يحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب
المري تابع بهذه الانطلاقة. المركز الخامس الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هنا بمضمر ومتابع لانطلاقة الأسد على خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى والعودة مجددا إلى الصدارة. إسعاف يحتل المركز الأول وقائدا لهذه المسيرة، مسيرة شوطنا العاشر الخاص للقعدان الثنايا. هنا إسعاف ينطلق على المركز الأول بهذا العرض الممتاز، بهذا الأداء المميز لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مع المضمر راشد بن حمد بن علي المدهوشي. المري تابع منذ انطلاقة الشوط مع هذا الانطلاق المميز، مع هذا التحدي الكبير. المركز الثاني ثاني مراكز مبلش لهجنة الشحنية وتواصل المبدع حمد بن علي بن حلبان المري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع رابع التحديات، أرى الانطلاقة والمتابعة من الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يتواجد مع الأسد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس السيف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن حسين بن جرحب. المري هنا مضمر ومتابع لانطلاقة السيف على خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وهناك أسماء ما بعد الخلف المراكز المتقدمة لن يحن موعد تواجدها في عالم من الإذاعة. والعودة مباشرة إلى المركز الأول، نتابع مجريات هذا الانطلاق والتحدي. والمركز الأول إسعاف، إسعاف لا زال منطلق على المركز الأول مندفع إلى نحو الناموس، نحو أيضا هذا الانطلاق المميز لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي بالمتابعة والقيادة. لا زال منطلق مع إسعاف على أول المراكز، ولكن ثاني المراكز من الجانب الآخر أرى التقدم من إدهام لهجنة الشحنية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من يشاغب على ثاني المراكز. وينطلق المركز الثالث مبلش لهجنة الشحنية والمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. المري يتواصل على ثاني المراكز، بينما المركز الرابع على الأسماء والشعارات القادمة قدوم من الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي أيضا يتواجد وينطلق مع الأسد على رابع المراكز. المركز الخامس خامس التحديات يحمل الرقم خمسة السيف يتواجد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. إذا المتابعين الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى لم يتغير شيء، ولكن عودة إلى الصدارة مع لوحة الأول. نتابع هذا التحدي وهذه الانطلاقة، نتابع أيضا هذا الحدث الكبير من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتابع المقدمة، الأسعاف لا زال متمسك بزمام أمور هذا الشوط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي. لا زال منطلق مندفع إلى المركز الأول مع إسعاف، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر إدهام من هجن الشحنية، إدهام من هجن الشحنية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث أرى الانطلاق والتحدي من الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ينتقل نقلة ممتازة إلى ثاني المراكز. المركز الرابع من الجانب الآخر أرى الانطلاق من مفوض من هجن الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على مستوى المركز الرابع، ولكن عودة مشاهدينا الكرام
عودة إلى التحدي، نتابع مجريات هذا الانطلاق مع مبلش. مبلش يا بلشتكم من مبلش، مبلش الذي أبلش الجميع بانطلاقاته بتحدياته في هذا الشوط. هنا ينطلق شعار هجنة الشحنية والمبدع حمد بن علي بن حلفان المري واثنين كيلومترات. يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة، نتابع مبلش على المركز الأول يتصدر هذه المجموعة، وتتابعون هذه اللقطات المميزة من المخرج أحمد السادة ومحمد فيضي. متابعة مميزة للمراكز الأولى، ولكن هنا مبلش، مبلش لا زال مبلش الجميع بانطلاقاته لهجمة الشحانية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. ولكن ثاني المراكز الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يتواجد وينطلق مع الأسد على ثاني المراكز. المركز الثالث المتحد لأول نداء يصل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وفهد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، أيضا يعلن الانطلاق مع المتحد من يتحد على ثالث المراكز. المركز الرابع هنا شقا، شقا لهجن الرياسة وحمدان بن عوض بن كيل العامري أيضا قادم لأول نداء مع انطلاقه شقة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام يا سلام، وتابع الأسماء الخطيرة وقدوم انطلاقة وتحدي من دهام من هجنة الشحنية والمشاغب محمد بن خالد العطية ينطلق على المركز الخامس. يا سلام العودة مباشرة إلى المركز الأول، نتابع هذا التحدي، نتابع هذه الانطلاقة. يا سلام مبلش على المركز الأول، مبلش انطلق مع لوحة الكيلو المتر الأخير. هنا مبلش على الصدارة، مبلش على المركز الأول، ولكن الأسد، الأسد يا سلام يفترس هذا الشوط وينطلق على أول المراكز. ولكن هنا شقة، شقة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة حمدان بن عوض بكيلة العامري من غير على الصدارة انطلق مع الأمتار الأخيرة. يعلن تواجد شقة على الصدارة، ينطلق مع المركز الأول، ولكن الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يغير في هذه اللحظة وعاد مرة أخرى ليعلن هذا التحدي، ليعلن أيضا هذه الانطلاقة. ولكن شقة، شقة، شقة يا سلام، شقة مع المركز الأول انطلق وعاد مرة أخرى أيضا. يا سلام يا سلام يا سلام، ابن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر حمدان بن عوض بن كيلة العامري من انطلق، من انطلق، من أعلن أيضا هذه المغادرة. ولكن الأسد، الأسد يحاول مع الأمتار الأخيرة، مع المئتين متر الأخيرة والحزام الأخضر، نقترب من المنصة الرئيسية من خط الفيصل. ولكن شقة، شقة والأسد واللحظات الهامة. يا سلام انطلق شقة، شقة على الصدارة، شقة على المركز الأول، ولكن الأسد اللحظات الأخيرة. وسلام بعو سلام على هذا الأداء المميز مع شقة، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتالي إلى حمدان بن عوض بن كيلة العامري على فوز شقة بالمركز الأول. المركز الثاني جاء في الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد هيام. المركز الثالث وصل فيه مبلش من هجن الشحانية. المركز الرابع شاهي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس كان الوصول من إسعاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. إذن متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى تحديات سن الكبار ومسافة 8 كيلومترات، وكان الشوط العاشر مع شقة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والناموس لحمدان بن عوض بن كيلة العامري من قدم شقة إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. والتوقيت الزمني 13:24 أربع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني جاء فيه الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. قدم الأسد محتل المركز الثاني 13:14:24 وأربع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاء فيه مشاهدينا الكرام مبلش من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. لحظات نتابع مبلش يصل إلى خط النهاية
محتل المركز الثالث، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 35 ثانية بدون أجزاء من الثانية. إذن متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات، والكلمة إلى الزميل الفائز من غفان الجابري.